لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا لا شفت ساسس ولا أعرف ساسس غير إن هو لاعب جامد في منتخب كندا وجاب جول في كأس العالم ماتش الجزائر وبيلعب في النصر السعودي. عشان أعملها بقى وأساس اختلف وأنا شوف وإحنا قعدنا معاه ده أنا قاعد مع السيد تركي الشيخ بنخلص بعض الموضوعات فكان فيه أحد الإعلاميين بيقول لي في ولد اسمه كذا بيلعب في النصر السعودي فأنا الأدب بقول له إيه؟ ما تدينا أساسي ده هو خلي بالكم دافع فلوس رص بالكام مستشار تركي الشيخ وفلوس الراجل امبارح بلغني انها دخلت في حسابه في سويسرا خلاص طلعت من السعوديه على سويسرا ما بناخدش حاجه في جيوبنا ما بيتقالش علينا عصابه وبنرجع تاني نقول له حبيبنا والنبي ارجع ارجع عليا ارجع عليا ما فيش كلام ده انا لو قال عليا عصابه مش هسكت واللي طلع عليه عصابه ويسكت يبقى على راسه بطل واللي طلع بيان يقول له استخدامات الاهلي مالهاش علاقه بينا يبقى بيهزر لان كنت بقول كلمتين مش من كلمه لكن خدنا خمس ايام هنا وخمس ايام هنا لمده ثلاث ساعات او ثلاث ساعات ونص وقلت اتعبر عن الزمالك